السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير في تمام الصحه وعلى عافيه. كما كتلاحظوا هذه الايامات حنا ما كنخرجوش من ديورنا، الحجر الصحي. واش نقول لكم؟ قنطت اخوتي، والله الا قنطت بالله، ما كاين ما يدار. الملل واحد شويه بانت لي واحد الرتيله دايزه من حدايا، واحد العنكبوت. قلت راه شندير ما ندير، انا نشد ديك العنكبوت. شديتها درتها في واحد الكويس باش نديرها تحت الميكروسكوب ونشوف فيها مزيان ونتبع فيها مزيان، وهي كبيره. هادشي ما قال لي راسي الاخوان، قلت ما يدير. اش كدير؟ نعرفكم على هاد العنكبوت، على هاد الروتيله. اها هي الاخوان رايحيه، غير هي ملي كتحس بالخطر وداك الشيء راه كتجمد، كدير راسها ميته. نديروها تحت الميكروسكوب. ما قال لي راسي الاخوان وصافي، ما تديوش عليا. اذا الاخوان هذه هي الروتيلاء. يا ربي تسمح لنا منها وصافي. لاحظوا الاخوان الخيط خارج ليها، داك الخيط الحرير ديالها سبحان الله العظيم. شوف فيها الشعر، فيها الشعر الاخوان، ورجليها فيها بحال الشوك. بحال نقربوا عليها اكثر، لاحظوا رجليها كي مشعرين فيهم بحال الشوك سبحان الله العظيم. نحاول نركز ليه على داك الخيط اللي تيخرج من ظهرها. لاحظتوا داك الخيط الحرير ديالها سبحان الله. نزيد نقرب اكثر. لاحظتوا الاخوان ملي كيخرج ليها داك الحرير ديالها، سبحان الله العظيم، سبحان العلي القدير. الله الا تبورشت الاخوان من هذا المنظر هذا. لاحظوا رجليها كي دايرين. شوف لاحظوا الاخوان مدرقه على عينيها. شو يعني كتحاول تحمي عينيها مسكينه، شي مدرقه عليهم عينيها، راه جاوا في الراس ديالها. سبحان الله. زين نقربوا اكثر. شوف الاخوان بحال شي حاجه كتنبض سبحان الله العظيم. قال القلب ديال هذا ولا الجهاز التنفسي ديالها. لاحظتوا الاخوان كي كيتحرك كينبض بحال القلب سبحان الله. ولاحظوا في الشعر ديالها يعني بحال الفطريات، بحال داك القشره اللي كتكون عندنا حنا في الراس حتى هي عندها الاخوان. لاحظتوا هذيك البودر، داك بحال القشره اللي كتكون عندنا سبحان الله. ولكن اللي ترد الدهشه ديالي الان الاخوان هو هذا النبض، هذا داك القلب اللي كيبان ولا الجهاز التنفسي ديالها، باش كيضرب لاحظتوا الاخوان. وكاين في الفوق واحد جوج نقطات بحال الخالات ديالنا اللي كيكونوا عندنا حنا في الجلد ديالنا. لاحظوا الاشواك اللي في الرجلين ديالها كي كتبان سبحان الله. الان هي كالم، ما كتحركش كما قلت لكم في الاول. راه ملي كتكتشف شي حاجه ديال الخطر ولا هذه كتجمد سبحان الله. نزيدو نقربو ما خاسرين والو. عندك كطلع ليا في داك العين ديال الميكروسكوب وتهرب. لاحظتوا الاخوان ما شاء الله. ناخذ الرجلين ديالها
نشوفوا في الاخر ديال الرجلين ديالها، نشوف الرجل ديالها. لاحظوا الاخوان في الاخر ديال الرجل ديالها كالاصابع، بحال الاصابع الاخوان. شوف دوك الجوج اللي نابتين في الاخر ديال الرجل ديالها. واو واو واو، شال الاخوان داك الحرير ديالها لاصق فيها، اللي كتطلق اللي كتصايب بيه داك الشباك ديالها. واو، ولكن اللي تار انتباه ديالي اكثر الاخوان هو هذا النبض، هذا النبض هذا والجهاز التنفسي ديالها، واش القلب ديالها. لاحظوا كي كينبض، لاحظوا سبحان الله. شنو بان لكم الاخوان نشرحوها، نعملوا لها شي تشريح؟ ها من نيتكم. مع سنة نقول هو سبحان الله العلي العظيم، سبحان الخالق، هادشي اللي غنقولو. والمهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، بغينا ندردشو معاكم شويه ونضحكوا معاكم، وفي نفس الوقت نتمعنوا في خلق الله، في خلق الله. فهاد لاحظوا الاخوان المسائل بصراحه راه معجزه، معجزه سبحان الله العظيم، يا سبحان الله. والأدهى من هذا، حتى هذاك الفطريات كما كنقول لكم اللي كتكون عندنا حنا في الشعر ديالنا وفي ديك القشره، حتى هي كاينه فيها سبحان الله العظيم. إذن الإخوان، مع السلامة.